وأنا صغير كانت متعتي الكبيرة هي رحلة صيد مع بابا. كل رحلة صيد كنت فيها ببقى كأني في الجنة. الصيد بيعلم الصبر والمثابرة، فشلت مرة تحاول تاني وتالت لحد ما تحقق هدفك، ومن هنا اتكونت شخصيتي. أنا روبرتو باجيو. وأنا عندي 18 سنة كنت بلعب في نادي في تشينزا. الجمهور وقتها لقبني بالظاهرة، وخلاص كنت وقعت على عقود انتقالي لنادي فيورنتينا العظيم. وقبل انتقالي بفترة بسيطة جالي قطع في الرباط الصليبي. الوجع كان رهيب لدرجة أني قلت لأمي لو فعلاً بتحبيني موتيني دلوقتي، أنا مش قادر أتحمل الوجع. الدكتور اللي كشف عليا صدمني لما قال لي أني على الأرجح مش هقدر ألعب كورة تاني. اتعمل لي 220 غرزة في ركبتي اليمين. مش هقدر أكدب عليكم، أكيد ساعتها فكرت في الاعتزال، لكن بسرعة تحديت نفسي وقلت لازم أكمل الطريق لآخره. كنت حابب أثبت لنفسي أني أقوى من حظي السيء. إدارة فيورنتينا أصرت على انضمامي للفريق وتكفلوا بمصاريف العملية، وبعد رجوعي للملاعب كان لازم أرد الجميل. في فلورنسا كان مهد عصر النهضة الإيطالية زمان، والأجيال توارثت بعدها حب الفن والجمال. وبما أني بقيت لاعب في فيورنتينا فكانت اللمسة الجمالية حاجة مهمة جداً قبل ما سدد الكرة في الشبكة. مباراة ورا مباراة اعتبروا مشاهدة الكرة بين رجلي زيها زي لوحة فنية أو تمثال مرسومين بإيد مايكل أنجلو. أنقذت الفريق من الهبوط أكتر من مرة، ومن هنا اتحولت البطل مدينة فلورنسا. مباراة ورا مباراة بدأ مشجعين الفرق المنافسة يعرفوا أن الدوري الإيطالي بقى فيه لاعب خطير في وسط ملعب فيورنتينا اسمه روبرتو باجيو. لكن للأسف النادي تعرض لأزمة مالية ضخمة، وكان عرض يوفنتوس المغري جاهز ب 17 مليون دولار. ما كنتش متخيل أن هسيب فيورنتينا بعد 5 سنين اتحولت فيهم من شاب مهدد بالاعتزال لبطل مدينة كاملة. طبعاً إدارة فيورنتينا وافقت على العرض وانتقلت بالفعل اليوفنتوس، الغريم التقليدي للمدينة اللي أنا بطلها. وبسبب انتقالي للغريم التقليدي مشجعين الفيولا اتجننوا لدرجة إنهم عملوا مظاهرات بسببي وتصاب فيها 50 مشجع. إدارة اليوفي ادتني رقم 10، الرقم التاريخي للأسطورة بلاتيني، لكن الجمهور ما كانش متقبل وجودي في الفريق كبطل سابق لفلورنسا، ولا جماهير الفيولا قادرة تتخيل رحيلي عنهم. فأول مباراة جمعت بين الفريقين حظي السيء خلاني اتحصلت على ركلة الجزاء، وكان الاختيار عليا علشان انفذ الركلة قدام حارس فريق القديم. حماس الجماهير مولع الملعب، انا مش سامع اي حاجة غير فكرة في دماغي وهي اني اعتذر عن تنفيذ الركلة. وبالفعل بعد تفكير عميق عملت ده، اتحججت ان حارس الفيولا حافظني وهيصد الكورة، وطبعا المدير الفني غيرني ونفذها زميلي، ومن حظي السيء انها اتصدت وخسرنا المباراة. بعد تغييري وانا رايح على دكة البودلة مشجع من فيورنتينا حدف عليا كوفية الفريق، ما حسيتش بنفسي غير وانا رايح اشيل الكوفية من الارض، انا قلبي لونه بنفسجي. طبعا جمهور اليوفي كرهني اكتر من الاول، بس جمهور فلورنسا عمره ما هينسالي الموقف ده. لكن رغم اصاباتي المتكررة مع اليوفي الا اني قدرت بسرعة ارض الجمهور بعد ما عملت كل حاجة في الكورة. بعد مشوار 5 مواسم بقيت قائد الفريق وسجلت معاهم 124 هدف، وحققنا لقب الدوري وكاس إيطاليا وكاس الاتحاد الأوروبي. أداء كان كفيل إني أخد الكرة الذهبية. من كتر حبي للصيد وأنا صغير كنت دايماً أحلم ببط طاير وواصل للقمر، لكن دلوقتي منظر السماء والقمر بيفكروني بأسوأ لحظة في حياتي. في كاس العالم 94 البدايات كانت سيئة جداً في دور المجموعات، صعدنا لدور 16 كأفضل تواني، وكانت المواجهة قدام نيجيريا. سجل أمونيكي الهدف الأول، الجميع أيقن إن خروجنا أصبح قريب جداً، لكن كان عندي رأي تاني. المباراة خلاص فاضل لها 2 دقيقة، لكن هنا غريزة الصيد عندي خلتني بكل هدوء أهرب من الرقابة وانتظر لحظة الانقضاض، ومن لمسة سجلت هدف التعادل. وراحت المباراة للأشواط الإضافية، وهنا سجلت الهدف التاني علشان أقود إيطاليا لربع النهائي. في ربع النهائي لعبنا إسبانيا، اتقدمنا فإسبانيا تعادلت، وقبل النهاية ب3 دقايق سجلت هدف الفوز وتأهلنا. خلاص الحلم بيقرب بعد ما كنا بعاد، لكن للأسف تاني اتصبت. وصلنا نص النهائي وكان منافسنا بلغاريا، أنا مصاب، لكن فجأة لقيت ساكي بينده اسمي في التشكيل الأساسي، ورغم إصابتي سجلت هدفين في 5 دقايق. وفي اللحظة دي اتحولت من بطل لفيورنتينا ويوفنتوس لقيصر إيطاليا كلها. بس القيصر اللي طلع على العرش نزل فجأة لسابع أرض. مباراة النهائي كانت قدام البرازيل، وحاولت أطلع فيها كل خبرتي وكل مهارة تعلمتها في كرة القدم،
لكن للأسف انتهت المباراة بالتعادل السلبي ووصلنا لآخر محطة، ركلات الترجيح. ترتيبي كان الخامس، يعني هنفذ الركلة الأخيرة، ولو ضاعت فهيضيع معاها حلم كل إيطالي مستنينا نرفع الكاس. أنا كنت عارف المطلوب مني وكنت في كامل تركيزي، وقررت أسدد الكورة بأقوى حاجة عندي. لكن للأسف اللي أنا عارفه ما كانش كافي، القوة ما كانتش بس المطلوب، التسديدة كانت أقوى من اللازم وراحت في السماء. على الرغم من أني سجلت 5 أهداف في البطولة، إلا أن اللقطة الأخيرة هتفضل الأسوأ في ذاكرتي. في كأس العالم 98 الحظ اداني فرصة تانية علشان أكسر عقدة ركلات الجزاء. في أول مباراة قدام تشيلي قدرت أحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 85 وكنا مغلوبين 2-1. اتقدمت لتنفيذ الركلة وعقلي ما فيهوش غير كابوس 94. جالي كييزا وحاول يهديني. لاعب من تشيلي فضل يتكلم في وشي ويفكرني بالركلة اللي أنا ضيعتها. الملعب كله ساكت وأنا باصص للحكم مستنيه يصفر، وفعلا سددت الركلة وشفتها أخيرا في الشبكة. الهدف كان تاريخي بالنسبة لي، لأن بقيت اللاعب الإيطالي الوحيد اللي يسجل في 3 نسخ متتالية في كأس العالم. بس صدقوني لو خيروني بين الرقم ده وإني أخد لقب 94 مش هتردد ثانية في الموافقة. بعد كأس العالم 94 اتعرضت لإصابة جديدة، وهنا كان بدأ يلمع صيد ديل بييرو. ومع غيابي وتألق أليساندرو قرر مارشيلو ليبي إن الفريق مش في حاجة لخدماتي، وإنه مش محتاج لاعب في مركز 10 في خطته الجديدة. وفي موسم 95 كنت بلعب في صفوف ميلان، صفقة وصلت ل 8.6 مليون جنيه استرليني. الإصابات تاني ما سابتنيش في حالي، وبسبب عدم جاهزيتي الفنية أريجو ساكي قرر يقعدني أغلب المباريات على الدكة. وعلى الرغم من أني كنت بشارك لفترات قليلة، إلا أني قدرت أسجل 19 هدف في موسم 96-97، موسمين بس بقميص الروسينيري، وانتقلت لبولونيا ومعاهم بعتبر نفسي أني حققت معجزة. أيوة، قدرت أسجل 23 هدف في موسم واحد، أهداف كانت كفيلة ترشحني لجائزة البالون دور تاني. ترشح لاعب عنده 30 سنة وبيلعب في بولونيا حاجة مش سهلة تماماً على فكرة. انتقلت الإنتر ميلان وكان رقم 10 المفضل بالنسبة لي مع رونالدو، لكن الظاهرة وافق يديني رقم في مقابل أنه يحصل على 9 من زامورانو. لقطة خلتنا نشوف واحد من أغرب أرقام اللاعبين في التاريخ. زامورانو كان بيلبس قميص رقمه 8+1، لأنه ما كانش يقدر يلعب بأي رقم غير الرقم 9. لكن للأسف فترتي مع الإنتر كان فيها خلافات كتير، وده بسبب أن مارشيلو ليبي اللي كان سبب في رحيلي عن يوفنتوس دونا عن كل المدربين هو اللي تولى تدريب انتر ميلان. الأزمة اشتعلت لما طلب مني أقدم له تقارير عن زمايلي، وده اللي رفضته طبعاً، أنا مستحيل أكون جاسوس. والنتيجة كنت قاعد على دكة الاحتياط أغلب المباريات. وفي مرة شاركت قدام روما، سجلت هدف وعملت تمريرة سحرية من 40 ياردة وصلت لفييري، واللي سجل الكورة في الشباك. فييري وزمايلي سقفولي من حلاوة الأسست، لكن ليبي انفجر وزعق فيهم، انتوا بتعملوا ايه؟ احنا مش في المسرح علشان نسقف لبعض. الاستمرار في الوضع ده كان شبه مستحيل، والمخرج كان اسمه بريشيا. تقدروا تقولوا استراحة محارب وفترة من اللعب للمتعة. 4 مواسم سجلت ليهم فيها 40 هدف، ورغم انها كانت فترة استمتاع بالنسبة ليا، لكن واضح انها كانت مختلفة لبريشيا. انا اعتزلت الكورة سنة 2004، وللأسف هبط بريشيا على طول في السنة اللي بعدها. هنا انتهت مسيرة استمرت 37 سنة مع الكورة، مسيرة تقلي في بدايتها إني مش هقدر أكون لاعب كورة بسبب إصابتي. لكن رغم الإصابات واضطهاد المدربين وحظي السيء، قدرت أحفر اسمي كواحد من أساطير الكورة.